سبور زيدا. رجعنا من جديد في سبور ميكس نحكيو على المنتخبات التونسي المقابلة اليوم 8 متاع الليل ضد منتخب جزر القمر في تصفية كاس فريقنا مع ضيوفنا كريم العواضي، أحمد الصالحي، مختار دبوس وأيضا مروان تاج. مروان، في وسط الأسبوع كنت حكيت على حمزة بن عبدة والمنتخب، البارح في الكونفرنس دو بريس فوزي بنزرتي سألني على حمزة بن عبدة إيش بتمتش دعوته بعد ما أصيب ديلان برون، تعويض ديلان برون. قال بالإحصائيات الاستاتيستيك اللاعب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة مع نادي الفريق، هل مقنع على الإجابة معناها؟ لا الحقيقة لا، على حسب المباريات اللي قاعد اليوم نحكيه على نادي الفريق يظل في أبار طرح بن قردين مع اليوم، حتى كي يشوف في التابلو نادي الفريق بعد أربع مقابلات ما تسجلوش حتى هدف، واليوم يتحسب بعد دفاع نادي الفريق بن قردين زوز اهداف، نحكي لك انا ناخذ انا حاجه اخرى، يظل لي حمزه بن عبده يظل لي مش باش يكونفيرمي له على ثلاثه جورنيات اليوم، يظل لي ناس كل تعرف حمزه بن عبده السيزون اللي عاديه في الملعب التونسي، ممكن كريم يلعب معاه وهو يعرف ككاليتي الحقيقه يستحق في خروجي وجهه الحقيقه. انا هاني قلت لك انا هذيك حاجه اخرى، ما تبقى يظل لي مانيش نحكموا على اليوم، تقول لي فوزي البنزرتي حكم على لعبي في ثلاثه مقابلات، انا لا نقول لك يا سي فوزي الملاعبين احنا نجور ناخذوه معناتها بالرومبمون تاعو، عنده عام وعام ونص يخدم على روحه وربي يبقى عليه الستر، يظل لي كان يستحق يكون موجود في الليسته نتاع المنتخب. فنيا عنده بلاصه كريم حمزه بن عبده اليوم في المنتخب، خاصه بعد الاصابه نتاع ديلان برون. موجود فنيا عنده الحق نتاع ربي، معناها انت تعرف ماش عندنا لكن سيرتو في البوست هذي معناها وري اكسيال قويش اللي ولات مفقوده معناها مفقوده صحيح. الطفل عنده معناها ورانا في الملعب التونسي كيف قاعد في النادي الافريقي يعمل في ماتشات كبار، مي هذا ما يعنيش اللي اسكو الحاجه اللي يمكن خايبه يا سلام الزوز اللي محطوطين توا اسكو ينجموا يتبدلوا ولا ما يتبدلوش؟ مرياح والطالب اش معناه ينجموا يتبدلوا ولا؟ معناها اسكو ينجم بن عبده ولا غرام ولا اكس ولا جريك ياخذوا مكان مرياح والطالب؟ اي جاوبني ميساج. انا مانيش فاهم. شفت مشاكل في الديفونس تاع المنتخب في اللاكس؟ موجود فما مشاكل موجود. يظهر لك واحد منهم ينجم يتنحى ولا زوج يتنحى؟ اسكو خلينا نفسر لك زاد الروندمون اللي قاعد يعطي فيه توا مرياح ولا الروندمون اللي قاعد يعطي فيه الطالب مش نتاع عامل تالي. وهذا راهو ما جاوناش معناها ديز ادفيرسير كاليبر كبير ولا تاكو باش انت الطالب يمكن اللي تحت جامعته لوريون الروندمون طاح شويه، معناها هذا ما يعنيش اللي اثرت مو لازمك تاخذ مع جوارك. مي انا شنقول يمكن سليمان مو توا زاد نعطيه فرصه للطفل يلعب شامبيونز ليغ الطفل مش يلعب برشا علاش مش معناه مش يلعب برشا، انا لعب ميتو ورير دروا ومشي معاك تفرجت فيه انا الماتش، مي طفل قاعد يترين في نيفو عادي. انت قلت لي ما نلعبش ريال دروا ما فات انت يا قلت لك اكسيال ما عاد لعبت ازاكسيو ما لعبش ازاكسيو قلت لي نتخاطر عليه ها وسيدي السيد عاوز بدا وحده وهي يلعب ريال دروا والخباثه نتاع المدرب الادفيرسير اللي هي في الاوفنسيف تولي 3-4-3 لا 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 بريد دروا امام خمسه سلك مروان ساعات راهو يبدو مدرب اتلانتا اتلانتا جاسبريني هو مازال مدرب الحق خبيث برشا اللعب الكل بناء على الظهير الايمن نتاع اللي هو على غرا ايوا خاطر قوه فوز نقص كريم وخاطر قوه هو اتلانتا على الملاعب النيجيري نتاعها لاعب نيجيري اش يعمل؟ معناها كان على اللينيا ولا يعمل لاعب نيجيري يدخل اوتوماتيكيم يطلع خاطر اتلانتا تلعب 3-5-2 يطلع على ديكسون معناها اللعب الكل تبنات على غرا انت غرام تشوفه نص ساعه مسكين معناها اللعب الكل عليه وكريم نعرفش في رايي انا ما كانش يستحق ما كانش سيء لدرجه انه يخرج في الميتون معناها ما عرفتش شاطرني راي ولا سيء لا كان نحكي كمجموعه كان كيما اصحابه معناها اذا كان مجموعه كان من احسن النجم يكون من افضل معناتها روندمون كمجموعه عمل دو انترفونسيون باهيين شفتوا مي زاد السفره اللي خذاها كان معناها نتصور كان جاي كامل ينجم ياخذ حمراء مي هذا مي على غرام
سلمى ما هو الحقيقه باش تعطي فرصه في العمر هذايا ويكور تقول لي انت مش يلعب الريتم اللي تنو بيه غادي راهو سلام والعيشه والقوم تاع الكوره راهي لا مقارنه باللي باللي عندنا هوني فهمت وانا كما نقفش مع توا وندزه يلعب وهو في العمر هذايا كما يغلطش توا وقت باش يغلط ما صعيب راهو كريم تجي تمس لاكس مس وسط الدفاع في وقتك انت تعمل في تصفيه كاس العالم وتصفيه كاس افريقيا سي تري ديفيسيل ويزم يكون عندك اسباب انت مثلا باش تنحي مرياح ولا طالبي على شنو انت كاس افريقيا والكوب دي موند باش ترشح له اي كريم اقنعني انت تو مشروع مدرب كبير انت عندك ما شفناش شغلات كيفيه ما يلعبوا معناتها كومبليمونتير امورهم باهي ما فماش اخطاء فتال كيفاش تجيبش تمس معناتها لاكس هكاك تو دانكو تقول راهي الفرصه انت الاخطاء تشوفها مكاني تنح معناتها انت زعك ليكيب ناسيونال ما نعطيكش فرصه هكاك نقعد وريتي تحكي عليها انت هاك شفت احنا لابروف اليوم حتى في الاعلام ما نحكيوش على الجوري ودي ناقشني في الموضوع ما تناقشيش فيه احنا باش نتحاسنوا مثلا في الحكايه هذا اليوم نحن شنو مشكلتنا تو نحكيوا على الرومبرسونيت ولينا نسينا التيتولاريات اللي قاعدين واللي هما انا عندي 90% ما يكونوش موجودين هذوك الكل ريتهم اشكاره والبحر انت جيتي مريوان نختاروا مصطلحات ما نستعملوش مصطلحات هذه نحكي نحكيو تكنيك انت مدرب في جيت مسلاكسك خلي الراجل يجاوب خلي نتكلم خلي فسر لي انا رايي انا يا ودي خلي اسمعني يا سليم اسمعني انت تحب تقول الكلام تقول نحيو ما تقولش الكلمه الاخرى انا غيور على المنتخب نتاعي واللي راه فيه انا غيور تحب تحطمه من غير عندي اخويا من غير ما تكون غيور وانت بالطريقه هذه حاجه اخرى تحب تتعاطف معاه ما تقولهم مش عشوائيه ما حتى شيء لكن المنتخب اللي جاي عباره عادي في عمل شيء خلينا نحكيو تكنيك المنتخب سامحني استاذ كي تقول لي انت ما نقولوش انت عندك العاطفه انا خليني نتحمل المسؤوليه مش العاطفه قلت لك الكلمه ما تقولهاش اما قول لي نحيهم ما تحطمش اي اما الكلمه اختار المصطلحات نتاعك انا كجور وكنت المنتخب راهو ليجيو راو عبيد كما يقولوا جاي تعدي في جيش راه ما عندناش هذايا لا عاطفة ولا شيء انا منتخب ما عطيتنيش لوحة على روحي انتم العاطفة تحبوا تحطوا على غرف اللاكس انا جوارية جينيراسيون صغيرة اللعابة شو تحب تقول يا مروان حسر لي شو تحب تقول انا نحكي انا وكريم على اللاكس شو اللاكس قاعدين عاطينه الملعبية نتكلموا بعضنا قاعدين شو عندك انيسا وكنافار خلي يكمل كريم فكرته بعد نعطيكم بالواحد حبيت نوضح ساعات الاخطاء راه مش خطرتناش بتعمل خطا وما تقبلش هدف صحيت ساعات الربح يغطي يقول صحيت فانا قول وكيف ثم اخطاء صار ما نكذبوش على الربح تتفرد ثم اخطاء صارت من جد فما حاجه لازم تخليها احمد خويا كي جوير يجيك تخلي عنده النكهه نتاع كي نجي راني مش نكوي كونسيرني باش ينافس الحافز فما معناها كي تحط انت ثلاثه ولا اربعه كلهم نفس نفس النظرة رو أنت تنجم تكور وأنت تنجم تكور حتى ريت الزوز اللي يلعبوا رو يتحسن أما فما الناس معناتها أساسيين بلا نقاش في العالم كامل تقام حتى دوز أكسيو يقعد بالعشر سنة مع بعضهم عليه فما تكامل بينات يصلي علي عليه سامحني هبنا أعطيكم منا ديما نقول إكزومبل البرسا رو هذاك حتى حد لي فكولي بجوقد وشو العقلية شو العشر سنة متاع هدي فما يا أخي أنت ديمبيلي في برسا ببرسلونة أقوى جوار في العالم ديمبيلي في البرسا كنافار والناس قد يتقاربوا مع بعضهم الفكرة اللي تحكي اليوم فما بعد عشر سنين تقعد ديمبيلي ريتو في العمر نتاعو يعدي 10 سنين في البرسا 23 سنين مرات يا ميل يا مال وحبوا يتلعبوا 16 سنين تكاوا ديمبيلي نحاو لعبوا يا ميل يا مال نحي مريح عليه على راسه ريشة مريح ما خصوش بالطالب يو يا عشبكش على راسه على راسه ريشة انت مريح على راسه ريشة عليش على راسه ريشة عليه غرام كونفيرمي عنده كذا سير في النادي الرياضي صفاقسي اليوم بدي باش تقول خير من المدير الفني نتاع شختار اللي عطات فيه ذكر تبع فيه معناتها اليوم نحكي لك فريق اوروبي يلعب في الشامبيونز ليغ قالت لك الملاعب هذا بجيبوا الشختار تسمع فيا معناتها عنده ثلاثة سنين بناك في الاكيب ناسيونال والمدافعين اللي تحكي عليهم انتوا غلطوا اغلاط واغلاط واغلاط وصلت مروان الفكره مروان بالحق راه تو هنا وصلنا الحق لا مروان انا لوجيك لا شيء تو انت تحكي على علي غرام وتحبوا تلموا صوره علي غرام انت مخسرت فوزي بن زرتي قالك الروندمون نتاعو طاح ولا هذا روندمون على بن عبده قالك الروندمون طاح ولا هذا روندمون فما جمله جوك ما سالتوش علي غرام ما فماش لا تقول لي شختار ولا تقول لي الواحد قالك جبنا في مستوى يا دي سامحني تو وانت الجمعيه الكبيره باش تكور لها جوج القمر ولا شنو بس حمزه بن عبده ما نجمش يكور الكونتر معناها هنا تحكي على روندمون راه فما جوار لاعب بن عمناوي ولاعب وجوار توا قاعد بناك شنو معناها معناها انا هذا على غرام خفاسلك حاجه راهو لادابتاسيون في اوروبا لازم تاخذ وقت
مش كن فيكون لعلى جاي كان في البوندسليغا ومشى في نيفو خايب يلزم ياخذ وقت باش يتصلح. غادي يا مختار الطفل ثم الباز موجود مي هو اسكو باش يطور نفسه ولا كلامك صحيح. ايمن عبد النور مشى والعافي الواحد وما كان يعمل فيه غلطات. ما يستنى فرصته زاد كريم ما يتعداش قبل المريح. انا اش قلت لك انا خنفسلك معلومه. انا اش قلت راه وريت الحكايه هذه كي سوا الجارديان تلقى عندك جارديان نمر واحد نمر اثنين نمر ثلاثة وفي اللاكس كيف عندك نمر واحد نمر اثنين وثلاثة. مين اش حبيت نقصد هون يا احمد اللي تخلي المنافسه بين الاربع ولا بين الخمسة بين المجموعة اللي تبدأ موجود. مش أنا نبدأ جاي عارف مروان تيتولير ومختار تيتولير كريم لهنا مش فلسفة مش فلسفة المدرب تدخل نعرف وفاز البنزرتي الناس الكل عنده 13-14 ملاعب يا مروان درب عنده وانت أكيد دربت عنده 14-15 ملاعب يذوكم اللي يخدم بيهم وناجح بها الفلسفة لك الفلسفة راه في جمعية الفلسفة في جمعية مش كيما فلسفة في منتخب. انت في المنتخب باش تاخذ نخب باش تاخذ احسن ما عندك امتى معناها ايكس ولا جريك خاطر حاجه اخرى انا اللي حكيتك يا احمد خاطر ماكش تلعب كونتر منافس كبير. اي ما كريم راهو فما اونترنور يجي انا نخلي اربعه في اللاكس الجمعه ذي يلعب الاخر ماتش لا لا فما اي اونترنور في ربي صالح يسالك سؤال انت بلاص فوزي البنزرتي انت شكون تميز علي غرام ولا حمزه بن عبد؟ علي غرام علي خاطر في الكلوب لاغن لا حمزه بن عبد عمل سيزون اكزومبلير مع ستاد تونيزيان اما في الكلوب افريكا السؤال مردود وما كانش لا دوبيت سيزون اكسيلون من عاز ما ثم موجود اكسيلون مبالغ هو اللي شد مستواه مازال ما وصلش الولايه حاضر فيزيكمون ربي بقى عليه ستر فماش ضربات اللعب بجنبه الليبي تضرب بو عبيد مازال ما الحقيقه ما شدش بلاصه الولايه تشد بلايصه وما نبداوش نضربوا في العرض السؤال خاطر اسمه حمزه بن عبد حاول لا توجيه الفرصه يلعب خير من علي غرام ويمشي لجمعيات خير بلاش عاطفه نحكيو زوج ولاد يا علي غرام دقيقتين اللي خذيتهم تو بالعاطفه. احمد السؤال لهنا شنو هو المانع انك تعيط لحمزه بن عبد كي عندك ملاعب يتدرب وخرج من ستاج؟ هذا السؤال مثلا ما فما حتى مانع وكان من المفروض على سيد فوزي البنزرتي انه يعيط لحمزه بن عدمه بن عبد كما انت عملت استثناء مع بن حميده بالضبط تعمل استثناء مع حمزه بن عبد والولاد يستحق وعمل سيزون طاير على الاخر مع ستاد تونيزيان اما الروندمو للامانه في النادي الافريقي كنت نتصوره باش يكون ما احسن خاطر تبدلت الواحد لاعب يكون في الهي يا احمد راك تحكي مع احترام الملعب التونسي حتى على مستوى الببليك الوليد مازال بالسياسه كما حكيت على علي غرام باش يدخل يا احمد ما تخافوش عبيد نحكي على فريق المرتبه الاولى وموش قبل هداف والراجل مسجل هدف في الماتش الفيه اخي تحكيو بشهادكم ولا تفضلكم انتم اسم مروي احمد هو يقول لك فوزي بالستاتستيك يقول لك مستويات تراجع نجم يعطيك الستاتستيك مستويات تراجع انت فاش تراجع نحكيو على فريق انت تحكي نظريا هو يقول لك عندي نظريا الراجل مازال كيسجل الهدف نتاعو مازالت الريتم تاع الشامبيون مازالت ماشي وباش يزيد يتالق المدافع مسجل هدف اسمعني 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 ما نبداوش نغطيو في الحكايات وما تخليش في متاهات اخرى وسيبنا فوزي كان لازم يحب ليكيب ناسيونال يكملها ب 13 ملاعب يكملها كيما عمل في النادي الافريقي ما عنده حتى قلق يعيط لحتى ملاعب يراه باهي احمد كمل كلمتك وخلينا ناخذ تعليق من مختار الحكم ماشي. لا انا نحكي راهو احنا كي نحكيو راهو انا جوكمون ديفي نعلق على حاجات نشوف فيها انا ما نقراش في النوايا الوليد حمزه بن عبد ملاعب يكون في وعمل سيزون باهي برشا مع ستاد تونيزيان اما في النادي الافريقي مستواه مازال ما ارتقاش للمستوى اللي العبي عمله وهذا عادي راه يتعدى خاطر الانسان تبدل الانفيرونمون تبدل الفريق تبدل معناتها البريسيون تبدل برشا حاجات عادي معناتها كي باش نصبروا عليه ونستناو باش مردودو يتحسن ما فيهاش حتى عيب راه كنقولوا مختار كلمه على حكم تاع المقابله النيجيري هذا حكم جوزيف اغابور هذا ما الصف الثاني الحقيقه في الافريق ما تعرف هناك تبدا تكور في بلادك ماذا بيجيك حكم مش في المتناول يبقى انترناسيونال لكن الحاجه اللي باش اللي باش تقعد دوتي اللي كونوا ما فماش ديما نبقاو في الافريق ونحكيو على كيما نحكيو على بطولتنا قاعدين نحكيو على كومبيتيسيون تبع الكاف راهي تعيسه اللي كونوا زوج جمعيات تونس زور قمور في ماتش كبير علاش ما وفرتش الكاف لحد الان تقنيه الفيديو الفار علاش في وضع كيما هكا على الحقيقه معناها هذه ما عندناش فلوس الكاف مع تونس مع فيدراسيون كلها معناها الكاف بصفه عامه ولا الكل ما عادش البارح تفرجت في مباراه السودان وغانا
لا ما فماش. ما فما اخطاء كان جاو بالفار. هذا هو هذا هو راه تحكي زاد على كاف تحكي على هذاك علاقه على, على 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 الاتحاد الافريقي راه فما برشا فلوس وين ماشيين كيف كيف نفس مشكله الكره التونسيه هو الكره الافريقيه. علاش ما توفرش تقنيه الفار؟ علاش ما تعملش كونفنسيون مع شركه تاخذ ماتشوات هذوما؟ تعرفش عندك ولا في الافريق عندك خمسة ماتشوات لي دو دومي فينال يذولي ولات لانكار توا انكار دومي فينال معناها الكل شفتهم تلمهم الكل تلقى 12 البارتي كامله باش الكاف هنا شنو هو تعرف علاش خدمه للفرق والمنتخبات الكبرى الفار يتحط كيف الادوار المتقدمه نضمن واحنا الكبارات يوصلوا لاسباب مثلا نتاع استشهار ولاسباب حتى النكهه نتاع البطوله يلزمنا الكبار يوصلوا بعد نحطوا الفار خدمه زاده للنوادي المصريه واضح شكرا لك احمد صالح يعطيك الصحه ايضا كريم العوضي شرفتنا بحضورك اليوم مروان تيج يعطيك الصحه ايضا مختار دبوس شكرا لك الكل في الاخراج التقني وكذلك الفيديو واجمل تحيات اسلام المتبع